زيت الرمان وملعقة بندورة تفرمية وبصل، ونجمعهم مع بعضهم وشوية فلفل وشوية بهارات سبع بهارات، وندعكم خليكم معنا. زعفران حطيت حبايبي، تبلت اللحمة هلا، هلا عم بقلي بطاطا، وخليكم معي شلون. حبايبي حطينا ملح الليمون وملح دبس الرمان ودبس الرمان وطحينة ولبن وثوم، حطينا ثوم، وخليكم معنا بأول بأول. هلا حبايب قلبي بدي احطها بالفرن، راح اسوي صلصة تتبية اللبن وحطها بالقرش ان شاء الله صحتين، وهلا خليكم معي. حبايب قلبي هلا انت من الفرن سخنة، هلا بتحط عليها التتبية اللي تكون عليها حواليها، الحمض والثوم والدبس الرمان ورشة هلا بقدونس، وبسم الله انتهت حبايبي. هي انتهت طبختنا حبايب قلبي، لا تنسوا تفجروا لنا يا لايكات حبايب قلبي، وان شاء الله يعجبكم هذا الشكل حبايب قلبي.